هنا حاط سهم. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جبتكم ماب عربي، واليوم عيد الحوم. يا هلا وسهلا. اليوم الماب مغامرة الوصول الى كنز. قبل ما ابدا المقطع كل شيء، لا تنسون زر اللايك، وفي يعني شيء اهم من زر اللايك، اهم الاشتراك اللي هو كود شوب في اس ال. الله يسعدكم اللي قاعد تحطون الكود، ما تدرون قديش يسعدني هذا الشيء. واذا شفت الارقام تزود باذن الله بكثر فعاليات في الديسكورد حقي اللي في الديسكربشن. خلونا نبدا في المقطع. شكرا للمنتسبين على فئتين باذن الله في اخر مقطع. يقول عليك عبور 9 مراحل، وعليك ان تاخذ الكنز في النهايه قبل ان يفوت الاوان. انتبه من ان تسرق ذلك. والله ذهب مجوهرات والله. قال لك انتبه، قال لك انتبه. تروح ليش غبي انت؟ لا احلف. شو صوتي راح؟ حاب تدعمني بس انت حاسس الكود. فلوس يا ولد، فلوس. اصبص، خرب بيت ما عندهم فلوس. ليش مزبنها كذا ذا؟ ما حد ياخذها. جيب فلوس. والله شكلها فيها فلوس. هلا هلا، انت جاهز مغامره؟ انطلق اذا. اوكي انطلقنا. بسم الله. والله لو ينور الماب تنوير افضل كذا. يا شباب قبل ما نبدا، اي احد يسوي ماب خلي ينور الماب. والله ترى ظلمه مره. مرة ظلمة. انا ما ادري في مقطع واضح ولا لا. اصبر، هنا حاط سهم. يلا احنا هنا الفلسفة. اوكي اصبر، خليك انت اتحرك. خليك اتحرك. واحد اثنين ثلاثة. ليش توشت يا غبي؟ صار في فخ في كل مكان، فخ ثلجي وفخ ذا وفخ ذا. اوكي. متنا؟ امشي فتحت كل باب سلام. الو؟ لا مو بوقتك يا نتي. يا رب يا كريم. لازم اهوش الفخ، نسيت حق السم. كم هي لنا؟ واحد؟ ايه. اي والله واحد. اخذ ثلج نكفى. دروح الثالث على طول يمدي ولا ما يمدي. اتوقع لو تدنق بعد الثلج امورك طيبة. لا يا اخي ما يشتغل على طول. القم. الحين اصبر، اتوقع ان نوقف المكان هذا ولا؟ توقف، اي لازم توقف اكيد، ما عندك تسوي سيده. What is happening؟ لو تروح انا بعيد لك. اوكي؟ اصبر، لازم نهوش الثلج بعد. انكبتك صح؟ وانا قاعد. والله انكبتني، الله ياخذ الويسكي. اخر! اوه ما جاني ما جاني. والله راح. الباب! ضيع صقع. يا اخي الثلج الثلج والله يضيق. طيب كان وقفت. طيب والله جاني السم، خفت اموت. ايزي. يقول بدايه سهله صح؟ ما شفت شيء. اها اي سهله. اها حلو. تلميح. لازم اجيب شيء عشان اخذ تلميح. هو مؤشر على هنا، فاتوقع الطريق هذا. حلو، الرياكل الله يحرمنا منها. شيك يا اسطورة. تعال. وشو؟ لقيت شيء؟ يا اسطورة. اوكي، بعدين سبيد. اللي بعده. طيب هذا كم من سبيد طيب؟ حاط سبيد كذا ايزي. ابو ثانية. ما ظنيتي كذا صراحة. لا في حجر. طريقي خطأ يا حلو. والله لا امشي. في طريق، في طريق. اصبر. ما في عند حريات. ايه شوف الخريطة، في طريق. انا مسكر خريطة. اخوي سبيد حطه فل ولا تحطه كامل. والله جد. عند الخروج من التلميح اذهب اتجاه اليسار واصطدم الجدار فقط واقفز عليه. وات؟ اوكي بعدين توقع. غصه من الفخ. الله عليك، يقول يلا عليك. واضح انك كذاب صح؟ يب. احس ان الطريق عندي صح، في طريق عندي زبده. اي اوكي، انا رحت قبل شوي. في فخ، انت 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 في فخ. طيب اصبر اصبر، في فخ. وش تعال. اوكي. غلط صدقني يا ولد. بصراحه. اي رفت اقول لك. حتى الرفت غلط، الحين بيقول ابلع القم. ممكن. اصبر اصبر. صدقني يا جاسم. كم تهوش. اوكي. تبي امشي استمشي امشي بلا فلس امشي. اثر على الزر فتح مصعد. هذا الزر. وش في حاط مفتاح؟ هذا الزر بعد. اوكي. شو هذول يعني غلط ولا ايش؟ هذا هو. وين؟ غطى. غطى هنا في الزرع؟ تحت اي في الزرع. اوكي الدرع علوي. وات؟ ارسف لي. كيف تفتح الباب؟ احيا الخرشة. لا لا يرحم امك. مساكن. الو؟ انت من الخوف ولا ايش؟
والله يمكن. فهمنا. تهزر بعد ولا؟ لا لا. What؟ بعدين؟ شرفت. يمين بالله انخرجت. أعوذ بالله. في رفت في رفت. اوكي انت وين رحت؟ يسار يسار. طيب شلون تو اشتغل علي سبحان الله؟ ما ادري حظك انت. اوكي ليفل 4. شكرا. حلو. انا ما جاني طيب. حلو. انا دورت على ورا. اوكي ممكن توصلني؟ ساتر. يا ساتر في باب في فخاخ. هذا هذا ويش؟ تاكل الباب تاكل الباب مالك. حتى داخل الباب في فخ. ارجع ورا فك الجلايدر. اوكي ابغى الثلج بس يروح. اخر لا يا اخي يا اخي ليه يا اخي يا اخي ما شفت شيء والله من الزار. ما ينفع تهدي ما ينفع تسرع شو نسوي طيب؟ الو اوه عد الاولى وهد. اوه دخلت. لو نايس نفس ركي صار. شباب كنكم ما تناظرون ها؟ تابع؟ تعال تابع. طيب هذه الافخاخ ودي كذا اعرف وش فيها. يا غبي هذه الافخاخ اللي احنا جينا منها ايش فيك؟ يعني انا ما شفتها اصلا يعني شكلها بعيد يعني مره. باقي طريق طويل. اوكي خلنا نرجع هنا. قاعد تشوف وش الباركور الغريب هذا؟ الفخ اللي هذا الفخ لازم تهوش له وتنط في نفس الوقت. ها؟ تهوش تنط. على الحافة تهوش تنط. ولا حق الشر. ولا تغير ولا شيء. شلون هذه؟ هاي ما يمديني ادخل هنا. هذول اكيد فيهم شيء. هم مؤشر يمين. شوف مؤشر يمين. بس وصل. اوكي دحام. وصلنا فورة. يا الله هدية. لا ليش يقول هدية طيب؟ لو بتنكبنا الحين شلون ما نروح بذبحنا؟ ايش شغلت انت؟ شغلت زر مكتوب هدية. اسمع كلام اي احد انت. والله شوف يعني. ما في والله في هدية من جد. هو في زر هنا، في زر جوا ذا. شلون ناخذه طيب؟ اصبر اصبر. جبت هدية جبت الهدية. اصبر يمديني اضغط من هنا. روح اليمين لا يذبحك. اتوقع لا لا نرميها نرقى فوق اشيك. حطيتك صندوق اركا صح صح طريق. والله العظيم اني تحريات. والله العظيم اني تحريات. اوكي وش هذا؟ ادخل هنا ممنوع الرقص ارقص. ها؟ هنا هنا تعال امك طريق سريع. روح. هلاوي عدد الرفتات اللي حاطها قدام فجاه. وات؟ كيف رجعنا؟ انت متى؟ عادي 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 حاولت اهوش. اوكي دخول مدري وش في مكه. ها عندما تفشل سير الى الامام. عندما تفشل سير الى الامام. طيب اصر في شيء هنا. يوم نطيت هنا طلع لي شيء. هنا في شيء. ولا خرب الجنب. ها رقيت. ايه اوكي بعدين. اوه نقزني. وين؟ تعال قدام سيده 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 وبينطتك من نفسه ما يحتاج تنط انت. وين نروح الحين؟ لنش؟ طيب كنت اقول وين نروح بس. بس ادخل لنش وتوديه. ايه انا ما رحت ولا شيء، ما تغير ولا شيء. والله الغاز غريبه. انا تحريات انا من زمان اصلا. وش ذا؟ تقول لي بحثان زر. طريق عندي 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 تعال. كيف عليك على طول قيزه. تحريات 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 تحريات. اوكي ما في شيء. بطاطس الله يفشل بعد بس يصير نتزلج. ايوه احسك اكيد نحتاج. يا ساتر يا طبه. لو عدم جديد استهبال. تكفى طلعني. طم الضيق. انت خذيت تشيك بوينت؟ لا ما كان في تشيك بوينت. تمام واحد واحد بس. واخذ واحد روح واخذ واحد. ايش في دونا داخلينها كلها؟ الله تشيك بوينت طيب. هذا تشيك بوينت هنا تمام. أول ما أدخل تعال عندي. أول ما أدخل إن شاء الله. أوكي. هنا فقط نوب. مساعدة أروح هنا. أنا أشوف إن أنا نوب. لحالك. مو بالحالك يعني. أيوه تكذل. يا أخي شلون؟ والله ما أدري. كنت برقى فوق أصلاً أروح فوق المكان اللي أنا فيه. رحت هنا بالغلط.
القم 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 كيف طريق المنوب؟ يعني احسن طريق المنوب والله امشي كذا بس ساتر غريب والله بنيت تموت صراحه لعبة طبعا مقطع مضيقة راح نط تخلص اضغط اضغط كنترول هذا فك ونزل ما اقدر ها ايوه راح نط بغيت اموت بغيت اموت انا في اله فهمت لازم تركبها اوكي ايه اكتب يمين استهبال الزبدة اول ما تركب ذي الالة لف يمين قصدك الشعاع ذا ما المسه يعني يب اوكي اسمع رفيع فخاخ زيادة اتوقع اسمع صوته من هنا الكهرب احا اوكي هنا تحت اليمين ساتر يفخ هناك روح يفخ دقيقة بهوش له بلنقص من فوق هذا اتوقع ما يجي كله بلنقص قص من تحت مو من فوق دقيقة من تحت مديني انقز من فوق ذا؟ اي يمديك اتى من هنا اتوقع من تحت ما في فخاخ او شيء قدام يمين اصبر والله جامد احس اول واحد يسويها زي كذا تحركت؟ ايه في فتحة هنا حركت انا وياك ايوه في زر في زر فتح الحاجز الله تم فتح الحاجز اثر عليه حاجز اتوقع ان هذاك الفخ الفخ اليسار صح؟ هنا او اللي دخلنا عليه واعطانا تذكر اعطانا شو اسمه هذا الفخ هنا يعني وش الحاجز الزاويه اللي عندك راح هنا في البطاطس بطاطس ما انفتح لورا هنا هنا تعال تعال اها اللي حاولت ادخله ما اقدر اوكي اهلين باركور يا اخي والله اقسم بالله فكره الماب رهيبه حلو اوكي بس ناقص النور اللي ضاع حق الماب شوف كيف تحسون مظلم اتوقع لو نور الماب وكانت اضاءته خرافيه بيكون شيء رهيب الاضاءه اهم شيء اهم من التصميم جدار ماكول تذكر الجدار اللي قبل ذاك حق الكهرب يعني هدي بس انقز بس هدي 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 والله اني مهدي والله بسم الله بسم الله بسم الله اوه مرحله غيره بسم الله بسم الله هذا تشيك بوينت يب. اذا البوت ما طلع وانا وانا اقول اذا البوت ما طلع فجاه اذا ما طلع قرب منه وخليك جنبه لين يطلع السلاح بعد عشان عرفت الحركه بعد عنا عشان اوكي قصد ال اوكي الوجه يعني الله دخل امي انا ايوه والله نطيت اقسم بالله نطيت ايوه الله جي جي شكرا لتجربتك لاول ماب لي اول ماب له هذا انستغرام حقه AN15F عشان تدعمني تقدر تعب حط كود AN5F والله هنا منور شوي شفت كيف الفرق ساتر يا ساتر اصبر عاركني عاركني ما تكسر شيء اوكي صح ان الماب بسيط بس ان شاء الله مع الوقت تطور في صنع المابات وصمم افضل باذن الله الشكليتين اللي انا اشوفها اول شيء افكار المابات او افكار البلات رهيبه احش فيك مسدح انت ايوه افكار حقت البلات مره رهيبه ثاني شيء الاضاءه حقت الماب لو ينور الماب كذا بس خلاص بيصير ماب رهيب بس خلينا نفتح الشست اوه ايوه ايوه بس ضغط حبيبي الضغط الخشمة دخل جوا الارض والله ماشي انت ما تموت عموما بس هيك مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك مثل ما قلت لكم بداية المقطع اهم شيء كود شوب بي اس ال لان خلاص بدا السيزون جديد دعمكم كود شوب تعرف كبير مره لي ان اشوف الارقام تزود زي كذا وبس مع الخير سلام